منظمة فيها عملية إفطارية الهدف منها إعلان الشهر شهر تسامح وشهر عظيم واتباعا لمنظومة الرئيس اللي شبهه وعد به الشعب إعلان رئيس تسوية أوضاع الشعوب ورئيس تسامح ورئيس عفو. إحنا مجموعة من عمالنا 14 زيادة مطرودين، لا بقى إن 14 زيادة إحنا مطرودين ظل من طرد تعسف بدون سابق إنذار، ولا قط ولا بقى باب ما طرقنا ولا بقى جهة سياسية ولا سلطة معنية بالأمر ما جيناها، ولحد الساعة ما فينا رأينا تجاوب ذاك صيفة سلمية ظاهر إن أعلن أهل مارك فيها الإسلاح والله مارك فيها التسوية، ونقال إن أعلن العقبة إنها راجعة الرئيس الجمهورية. ظهر احنا موجودين امام من الساعه الدحميس وحالنا ما ظهر انه دارق عليه ولا دارق على اللي في القصر. هدفنا من ذرع اعتصام لانه ينظر في وضعيتنا ويسويها ويعطي الاوامر بها وينظر في رسائلنا اللي عنده اللي جات مرارا وتكرارا عند كاتب الديوان، ولا ظهر اللي اعلنها قط خلق فيها، ما هو اعلن يلقي عليها كاتب الديوان نظره وتلقى في حاويه القمامه. ما فات اتصل بنا حتى لحد الساعه. رسالتنا هي عند مدير الميزانيه لها شهر زياده، قال لنا اعلن انه ما هو اللي ينفذ فيها، ما حد انه ما راى امر من وزير الماليه. وزير الماليه قال اعلن الاوامر جايته من فوق. طبعا اعلن الوزير هو السلطه العليا في الوزاره، اعلن انه منين قال الاوامر جايته من فوق معناه انها جايه من رئيس الجمهوريه. شنو هدف الرئيس من التزمت على ذي الوضعيه وعدم النظر فيها وعدم الرجوع لها بهدف ان عذروا فيها وان استاجرها استاج ما يقدر يقعد 6 سنوات ولا 7 مده استقل شهودها واستقل وقتها 4 سنوات والله 5 والله 6 تتراوح المده ما بين 5 سنوات إلى 8 سنوات هذا ما تقدر يقعد استاج. جريمه ارتكبت اعلنها طالبه بالتسويه، هو الرئيس ما عاد اعلنه رئيس حق ورئيس تنفيذ ورئيس سلمي، يعاقب مده باعلنها الى طالبه بحقوقها اللي عندها فيها الحق اللي هي تنطرد للشارع. احنا تمينا عمال في بيروهاتنا لانهم احنا في الشوارع، هاي الوضعيه ما لنا قابلينها ولا نقدر نسكتوا عليها وماصلين اعتصامنا لين تسوى وضعيتنا. احنا 290 رقاش وفينا جميع القطاعات لوزاره الماليه وفينا جميع اشكال التوظيف من لاح البوابين للكتابين الرؤساء الاقسام حمله الشهادات المسيرين المحاسبين جميع القطاعات كانت ذي المجموعة تشغل وجميع أشكال العمل في الوزارة.